ودائما مع ثقافة، ولكن هذه المرة بمدينة تلمسان الجزائرية عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2011، وبها اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي التونسي. الأسبوع الثقافي التونسي مثل مناسبة للتعريف بعلاقة التبادل الثقافي التونسي الجزائري. سجن جايك عاشت لمسان وهي زين الفرسان جوهرة المغرب والبلدان ما هواه وها يحيني بكلمات وإيقاعات تونسية منفتحة على التراث الغنائي الجزائري. ارتسمت لوحة فنية شدت إليها عددا هاما من الجماهير المواكبة لفعاليات عرض الاختتام. هي فرصة أيضا للوقوف على ما وصلت إليه الحركة الثقافية في تونس التي نعتبرها من أقوى الحركات في العالم العربي، بحيث أنه تونس كانت دائما بلدا للثقافة وللإبداع. تونس ولا الجزائر هي وحدة، وحنايا شغوفين بكل ما هو تونسي، حاجة اللي تخص تونس على ثقافة معروفين. أحجزت أيام ناجحة 100%، ناجحة لكل أصعدة. كان الأسبوع فرصة للتعريف بالثقافة التونسية وخصوصياتها، وكانت فعاليات هذا الأسبوع متنوعة ومختلفة. الأيام الثقافية التونسية تلمسان كانت نافذة احتفت بأهمية التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين التونسي والجزائري. إقبال جماهيري مكثف لمواكبة فعاليات الأسبوع الثقافي التونسي بتلمسان، احتفاء بتلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية. إقبال كان بهدف التعرف على ثراء المخزون الثقافي التونسي. عارم رجيبي، التلفزة الوطنية التونسية.